عما ما اسموه بصفقة القرن، وقال انها تعبير اعلامي او مصطلح اعلامي. حقيقة يعني الراصد لمن اظهر هذا التعبير وروج له زيفا وبهتانا وتضليلا وكذبا هم الاخوان، الاخوان في اعلامهم واعلام الجزيرة واعلام تركيا، هم اللي ارادوا ان يعني يشوهوا مصر ويشوهوا السعودية ويشوهوا الرباعي العربي بما اسموه صفقة القرن، وكانوا بيروجوا في اعلامهم، بيروجوا لا يزالوا حتى الان ان صفقة القرن معناها ان احنا نبيع او نتنازل عن جزء من سيناء من اجل اقامة دولة فلسطينية عشان اسرائيل تتمتع وتتمدد وتاخد غزة وتبلع غزة والضفة والقطاع. الحقيقة ده مش صح، ما فيش حاجة اسمها صفقة القرن. صفقة القرن كان هيعملها مرسي، وانا كنت اول واحد اذاع الفيديو اللي جه في كارتر ووقع في مقر حزب الحرية والنضالة في المقطم مع خيرت الشاطر ومع بديع ومع مرسي، وقبضهم 8 مليار دولار في حساباتهم بالخارج، التنظيم الدولي للاخوان، هم اللي وقعوا بيع سيناء او التنازل عن سيناء لحماس واسرائيل، لانه كان ده الاتفاق، ده الدين اللي كان ما بين حماس واسرائيل. وانا زعت هذا الفيديو والدنيا قامت ما قعدتش، ولم يكذبني احد لانه كان في وثيقه اتمضت في مقر المقطم. هم دي كانت صفقة القرن اللي كان هيعملها الاخوان لو استمروا لا قدر الله في حكم مصر، انما 30 يونيو انقذت مصر من صفقة القرن الاخوانية. ما فيش حاجة اسمها صفقة القرن الا اذا اعتبرنا ان اللي عمله كارتر في مقر الاخوان في المقطم يعني هذا الماضي السيء كان هو صفقة القرن. في مشاريع قومية، في مشروع قومي كبير عربي ما يعرف بنيوم، ده مشروع نيوم وده احنا اتكلمنا عنه.